ضيوفنا الكرام، أبناء الخريجين والخريجات، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حفل تخريج الدفعة الثانية في أسرة المواكب التي تكبر بكم ويكبر حلمها مع كل يوم مدرسي، لترفد الوطن بالطاقات الطموحة المبدعة، محققة حلم الآباء المؤسسين، حلم والدنا المغفور له الشيخ زايد رحمه الله الباني والمؤسس، والشيخ خليفة رحمه الله الذي مكن الدولة وأعلى صرحها في تخريج أجيال هي أمل المستقبل. في صلع غد يكون الوطن فيه سالماً منعماً وغانماً مكرماً، يعانق السماء بإنجازاته. وعند التحدث عن الإنجازات العظيمة والتخرج، نتحدث عن باني المواكب الأستاذ نبيل نصر رحمه الله، والسير على خطاه في جعل المواكب صرحاً للعلم ومنارةً للمعرفة في تخريج المواكبيين، لأنهم بنيان الوطن، متذكرين كلماته في تخريج الدفعة الأولى في المواكب الخوانيج حين قال: أنتم اليوم رتل آخر ينضم إلى مواكب الخريجين، ومن بينكم باكورة خريجي المواكب الخوانيج. كانت بواكر تخريجنا للدفعة الأولى في السنة الماضية تخريج 11 طالباً، وهي المواكب الخوانيج تفرد جناحيها بتخريج 77 طالباً في دفعتها الثانية. فطوبى لك يا مواكب، وهنيئاً لكم يا أبناء المواكب. يتخرج اليوم شباب وشابات يخاطبون وطنهم، وهم يتطلعون نحو النجوم، يستمدون عزيمتهم وقوتهم وشموخهم من قادتنا ودولتنا التي وصلت عنان السماء. فبناء الإنسان أهم لبنات الوطن، وهو ثروة الوطن الحقيقية. هذا التخرج هو تاريخ لكل طالب، تتويج لكل لحظة أمضاها مع مدرسيه، مع زملائه، في أحضان مدرسته، ليقول اليوم: ها أنا ذا أفتح باباً جديداً في حياتي لأحقق طموحي وأثبت ذاتي في هذه الحياة. يسعدني أن أهنئ خريجينا وخريجاتنا، وأشكر أولياء الأمور الكرام الذين كانوا شركاءنا وخير معين لنا، تابعوا أبناءهم لحظة بلحظة، وسيكملون معهم مشوار المستقبل الكبير الذي ينتظرهم. أبنائي وبناتي، ها أنتم اليوم ومن هذا البيت الدافئ تنطلقون في دروب الحياة، ساعين نحو القمم، راجين أن تكلل مسيرتكم بالنجاح الذي تأملونه، وأن تحققوا ما تصبون إليه ليصبح الحلم حقيقة، فيا رب أتممها بالخير والتوفيق. خريجي وخريجات دفعة 2022، أوصيكم أن تسيروا نحو أهدافكم بخطى ثابتة، محملين بالعزيمة، متسلحين بالعلم والمعرفة، ودونوا في صفحاتكم أن لا مكان للمستحيل، ومن أراد استطاع. واعلموا أن مدرسة المواكب ستبقى بيتكم، وأبوابها مفتوحة لكم، وأحضانها ستبقى دافئة بانتظاركم. سافروا في أنحاء المعمورة على بركة الله، وحققوا أحلامكم، وعودوا إلينا بتجاربكم وخبراتكم، فنحن هنا دائماً لتقديم النصح في أي مرحلة من حياتكم. فهنيئاً لنا ولذويكم بتخرجكم، وطوبى لك يا مواكب العلم والمعرفة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله ولي التوفيق.